على ال لحظة كده، أنا عايز بس إيه أغير دي. أيوة كده ماشي. كلامنا النهاردة هيبقى على الريكتيلينير موشن. عشان نتكلم على الريكتيلينير موشن لازم نعرف أصلا الكورس كله على بعضه بيتكلم عن إيه. يعني إحنا الكورس بتاعنا اسمه الداينامكس. يعني إيه داينامكس؟ وهندرس إيه في الداينامكس؟ وهندرس من أنهي كتاب؟ وإيه التوبكس اللي علينا؟ طب التوبكس ديت في منها قبل الميد تيرم وفي منها بعد الميد تيرم. طيب أنا عشان أنجح في الكورس دوت محتاج أذاكر إزاي وأعرف إيه وأحل إيه كل الكلام دوت؟ تعالوا نقوله سريعا كده في الصفحة اللي مفتوحة قدامكم. دلوقتي الكورس بتاع الداينامكس بيتقسم نصين. الكورس بتاع الداينامكس متقسم معايا لنصين. النص الاولاني اسمه كاينيماتيك، والجزء الثاني اسمه كاينيتيك. طب انا لما كنت اخدت معاك يا دكتور حاجتين، اخدت بارتكل واخدت ريجيد بادي. اخدت بارتكل واخدت ايه؟ ريجيد بادي. احنا في الداينامكس هنا هندرس الداينامكس اوف بارتكل، ده اللي كنا بنقوله من شوية. الساوند، الناس تقفل المايك بتاعها. أفعل يا جماعة ما حدش يقاطع الشرح بفتح المايك. دكتور معلش الصوت بيقطع وفي لغوشة كده. الصوت بيقطع وفي لغوشة، هتلاقي عيب من النت هيتصلح كمان شوية. يعني أنا مش عارف، أنا بتكلم كويس والمحاضرة اللي فاتت كانت كويسة. ممكن يكون عندك ظبط، هو أكون عندي كتاب على الشات كده اتظبط خلاص. كده اتظبط؟ طيب الحمد لله. الداينامكس اوف بارتكل، بقول إن إحنا هندرس الداينامكس اوف بارتكل نصين، كاينيماتيك وايه وكاينيتيك. كاينيماتيك يعني طيب كده الصوت يعني كويس الحمد لله. الصوت بيقطع، الصوت وحش عندنا كلنا. طب الصوت كده كويس ولا في مشكلة؟ انا ما عملتش حاجة. كويس بس كويس يعني. والله انا ما عملتش حاجة، انا عمال بشرح يعني. ما يعني بصوا، لما الصوت يلغوش اكتبولي عشان ايه اعيد الحتة اللي لغوش فيها الصوت. ما احنا ما نقدرش نعمل غير كده خلاص. هو تقريبا الميعاد دوت، لان انا فاكر ان الترم الفكر نفس المشكلة بتحصل. الميعاد دوت الساعة 10 ده بيبقى تقريبا كل المحاضرات شغالة اونلاين، فبيبقى في ضغط يعني في ضغط على تيمز، على برنامج تيمز نفسه، فده اللي بيعمل التقطيعات دي. فلما يجي لما اشرح حته ويكون فيها تقطيع قولوا لي وانا اعيدها لكم تاني. حاضر يا عيني. انا بقول ان الداينامكس اوف بارتكل بتتقاس، هنقسمها مع بعض نصين، كاينيماتيك وايه وكاينيتكس. يعني ايه كاينيماتيك ويعني ايه كاينيتك؟ كاينيماتيك معناها ان انا هدرس الموشن بتاعه البارتكل. يعني اقول لك كده study the behavior of the particle, the behavior of the particle within the motion. فمعلش يا دكتور، يعني ايه behavior of the particle ديت اصلا؟ اقول لك behavior of the particle يعني عايزين نشوف ملامح الموشن ايه. برضو يا دكتور يعني ايه ملامح الموشن؟ اقول لك بص، احنا عشان نعرف البارتكل بيتحرك ازاي لازم نعرف الفاليوز بتاعت ثلاث حاجات. لازم نعرف
مكان البارتكل فين في كلمة اللوكيشن. طب اللوكيشن ده بيتغير بريت قد ايه في كلمة اسمها الفلاستي، والفلاستي دي بتتغير بريت قد ايه في كلمة اسمها اكسلريشن. يبقى احنا هنتكلم على الثلاث كلمات دول خلال الجزء بتاع مين؟ بتاع الكينيماتيك. الكلام ده هيتحرك معانا في محورين. المحور الاولاني اسمه ريكتيلينير موشن، ريكتيلينير موشن، والمحور الثاني تحت عنوان الكيرفيلينير موشن. يبقى احنا هندرس الكينيماتكس اوف بارتكل، وهندرس الثلاثه فاريبلز دول مكاني سرعتي والاكسلريشن في منطقتين. المنطقه الاولانيه اسمها ريكتيلينير موشن، والمنطقه الثانيه اسمها ايه؟ كيرفيلينير موشن. في منطقه الكيرفيلينير موشن هنحتاج ثلاث لغات، هنحتاج ثلاث لغات. اللغه الاولانيه انتوا عارفينها ودرستوها، اللي هي الكارتيزيان كوردينيتس. كارتيزيان كوردينيتس، الكارتيزيان كوردينيتس دي اللغه اللي هي بتعمل فاريبلز ايه؟ اكس واي وايه وزي. الاكس والواي والزي دول بيوصفوا الكيرفيلينير موشن. في لغه ثانيه، هناخد لغتين كمان، لغه اسمها نورمال and tangent coordinates، واللغة الثالثة اسمها radial and transfers coordinate. يبقى أنا عشان أوصف particle ماشي في curve محتاج لغة من ثلاثة: كارتيزيان، نورمال اند تانجنت، وايه؟ وراديال اند ترانسفيرز. الكارتيزيان كوردينيتس ديت هناخد فيها ابلكيشن مشهور قوي اسمه بروجكتايلز، اللي هي بالعربي ايه؟ المقذوفات. اعتقد سمعتوا عنها من الايه؟ من ثانوية عامة، او ما سمعتوش عنها مش قضيتي، هفهمها لكم برضه. كل اللي انا قلته دلوقتي ده قبل الميدتيرم. يبقى أنا لازم وأنا داخل امتحان الميد ترم أبقى عارف أفكار الريكتيلينير موشن وأفكار الكيرفيلينير موشن بكام لغة؟ بثلاث لغات: كارتيزيان ونورمال أند تانجنت وراديال أند ترانسفيرز، وطبعا تبقى فاهم الأبليكيشن بتاع البروجكتايلز. هنيجي بقى بعد الميد ترم نتقابل عشان نشرح إيه الكاينيتكس أوف بارتكل. يعني ايه الكاينيتكس اوف بارتكلز؟ يعني هنستدي ذا فورسز، او بلاش بقى ذا فورسز ديت، ذا ابلايد فورسز كوز ذا موشن. ما هو خلي بالك، هو البارتكل اتحرك ليه؟ اتحرك عشان حد زقه بفورس. طب ليه يا دكتور كتبت ابلايد فورس؟ عشان احنا في مادة الميكانيكس عامة ما بنهتمش غير بالميكانيكال فورسز او الابلايد فورسز او الكونتاكت فورسز، اللي هما باختصار مين؟ التنشن فورس والكمبريشن فورس. اي فورسز تانية لا، مش موضوعنا، بتبقى موضوع حد تاني. فالكينيتكس اوف بارتكل ديت هندرسها بثلاث طرق. الطريقة الاولانية هي علاقة الفورس بالاكسلريشن، تحت عنوان الفورس اكسلريشن ميثود، قانون نيوتن. الطريقة الثانية لدراسة الفورسز هي علاقة الفورس بالانرجي، تحت عنوان الورك اند انرجي ميثود، ورك اند انرجي ميثود. و الطريقة الثالثة والأخيرة اللي هننهي بها الكورس دوت هي الإمبلس أند مومنتم ميثود.
مومنتم ميثود. يبقى دول كده ثلاث طرق هناخدهم بعد الميد تيرم عشان نوصف ايه الفورسز اللي بتاثر على البارتكل. طبعا السؤال المشاع يا دكتور، هو انت في الفاينل هتسالنا على بدايه الكورس ولا لا؟ يعني انت دلوقتي في الميد تيرم امتحنتنا في ريكتلينير والكلفلينير، هل بقى حضرتك لما تيجي تمتحننا فاينل هتسالنا فيهم تاني؟ بص الاجابه الظاهره لا يا ابني، مش هسألك فيهم، انا هسألك بس في الكاينيتكس. بس خلي بالك برضو حضرتك مش هتعرف تجاوب اي سؤال في الكاينيتك غير لما تكون عارف ايه، غير لما تكون عارف كاينيماتيك. يعني صحيح ممكن ما اسألكش سؤال صريح في الكاينيماتيك، لكن هتلاقيه غصب عنك بتعمله كستيب عشان تحل ايه، تحل الكاينيتكس. طيب تعالوا نشوف عنوان النهاردة. عنوان النهاردة هو rectilinear motion. واضح ان البارتكل لما يتحرك هيتحرك في حاجة من الاتنين، البارتكل moves in a straight line او curve path. لو البارتكل ماشي في ستريت لاين بنسميها ايه؟ ريكتيلينير موشن. ولو البارتكل ماشي في كيرف بنسميها ايه بقى؟ بنسميها كيرفلينير موشن. طب ايه الفرق؟ تعالوا كده عشان نوضح الفرق نرسم الطريق ده. الطريق ده هو كان ستريت لاين، بعد كده قلب بقى الكيرف ده، وتعالوا نقول ان معايا بارتكل كان موجود هنا. تعالوا نعتبر البارتكل ده عربية انا باصص لها من فوق اهو، ادي المكان رقم واحد وادي المكان رقم اتنين، اهو وادي المكان رقم تلات. مكان رقم واحد والمكان رقم اتنين والمكان رقم ايه؟ رقم تلات. طبعا كل مكان من دول اسمه مكان، يعني ليه لوكيشن، لكن احنا عايزين نتكلم على الفلوستي شكلها ازاي والاكسلريشن شكلها ازاي. تعالوا كده نحط رموز هنشرحها بالتفصيل كمان شوية. هنعبر عن الفلوستي برمز V، وهنعبر عن الاكسلريشن برمز اسمه A. الفلوستي قال لي خلي بالك، ودي هنثبتها كمان شوية، ان الفلوستي is tangent to the path. دايما الفلوستي بتبقى ايه؟ بتبقى tangent parallel، تبقى موازية، بتبقى منطبقة على ايه؟ على الطريق اللي انا ماشي عليه. وده منطقي، جسم العربية بيبقى على الأسفلت اللي أنا ماشي عليه. يعني معنى كده إن أنا لو حبيت في الكيس رقم واحد أرسم الفلوستي هرسمها كده، أو آدي الفي. طب في الكيس والتالي في الكيس رقم اتنين والكيس رقم تلاتة بقيت كيرف، والكيرف ليه نقطة اسمها سنتر of curvature، والسنتر اوف كيرفيتشر ده نقطة بحط عندها سن البرجل عشان ابدأ ارسم الكيرف. بصوا كده ده الريديس اهو بتاع الكيرف، بنديله رمز رو. فانا قلت لك ايه؟ قلت لك ان الفلوستي بتبقى ايه؟ بتبقى تانجنت. تانجنت يعني ايه؟ يعني نورمال للريديس. يعني انا لما هرسم الفي هرسمها ايه؟ نورمال للآر.
طب في الكيس رقم 3، في الكيس رقم 3 السنتر اوف كيرفيتشر بقى موجود هنا، سنتر اوف كيرفيتشر يعني مركز الانحناء، والبادي والكيرف بيبعد عن مركز الانحناء المسافه ديت، ادي الرو، رو ثانيه. لما اجي ارسم الفيلوسيتي هرسمها بالمنظر ده اهو، ادي الفي. يبقى واضح ان الفي ديت مالها؟ بتبقى ملازمه للطريق اللي انا ماشي عليه، يميل اميل معاه، يتعدل اتعدل معاه. يبقى واضح ان النص اللي على الشمال ريكتيلينير، النص اللي على اليمين ايه؟ كيرفيلينير. طب ايه اللي هيخلي العربيه تكمل في طريقها، وايه اللي يخلي العربيه تحود؟ قال الكاوتش القداماني بتاع العربيه. يعني انا لو جيت رسمت كاوتش العربيه اللي ورا هلاقي عامل كده، سواء كنت في ستريت لاين او سواء كنت في ايه، في كيرف، كاوتش العربيه هو عدل. اما الكاوتش القداماني هيعمل ايه؟ قال لي لو انت في الكيس رقم 1 هيفضل الكاوتش كده عدل زي ما هو. كاوتش العربية هو اتجاه الاكسلريشن، اتجاه الفورس اللي بزق العربية. يعني معنى كده ان في الحالة الاولانية هرسم الاكسلريشن بالمنظر ده، ادي الاكسلريشن. ايه ده بس، انا لما رسمت الاكسلريشن رسمت لها سهمين، سهم مع الفي وسهم عكس الفي. يقول لي ايه بقى؟ بيقول لي خلي بالك ان السهم اللي مع الفي ده بنسميه اكسلريشن، والسهم اللي عكس الفي ده بنسميه ديسيلريشن. المفهوم الخاطئ هنصححه الليكتشر الجايه. لناس معتقدة ان كلمة acceleration يعني واخدة positive value، والdeceleration معناها انها واخدة negative value. كلام ده غلط. acceleration معناها ان الاي والفي مع بعض، سواء بقى الاثنين positive او الاثنين negative. deceleration يعني الاثنين عكس بعض، سواء مين positive ومين negative. هنتكلم عن ده بالتفصيل بعد كده. طب لما اجي عاوزك ارسم كاوتش العربية في الكيس رقم 2، قال لي لازم ترسم كاوتش العربية مايل كده، مايل لجوه اهو، مايل كده. يعني معنى كده ان الاكسلريشن لما هتترسم هتترسم كده. الاكسلريشن عاملة مع الفلوستي ايه؟ انجل. يعني نسمي الانجل دي ثيتا. حود بقى، مش انت عملت الاكسلريشن مايلة، حود الفلوستي، شد الفلوستي للاكسلريشن. طب لو انا في الكيس رقم 3 حبيت ارسم كاوتش العربيه ارسمه ازاي؟ قال لي هرسمه كده. واضح ان انا لما هرسم الاكسلريشن هرسمها بالمنظر ده، برضو عامله مع الفلوستي ايه؟ عامله مع الفلوستي انجل. يبقى واضح في السلايد ديت ان طالما الفيلوسيتي والاكسلريشن مش مفيش ما بينهم انجل، طبعا بنعتبر الزيرو وال180 مش انجل يعني كانهم مع بعض، يعني يفضل مكمل في ستريت لاين. وده لوجيك، لما يكون كاوتش العربيه الايند مع جسم العربيه، العربيه لا هتحود يمين ولا شمال. لكن لما احود الكاوتش بتاع العربيه، كاوتش هو الاكسلريشن، احوده بس، ده انا بقول للعربيه ايه؟ لا، غير اتجاهها. فتقعد العربيه تغير اتجاهها طول ما كاوتش العربيه مايل. طب لو واحد كده بيلف، لو واحد بيلف بعد ما بيلف بيعمل ايه؟ قال لي بعد ما بيلف بيرجع الكاوتش عدل. ليه؟ عشان العربيه تكمل بقى، خلاص هو حول التحويده بتاعته. لكن لو فضل مايل الكاوتش، العربيه تعمل ايه؟ تلف في سيركل. يبقى هو ده اللي بيخلي البارتكل يمشي في ستريت لاين او البارتكل يمشي في كيرف. احنا النهارده موضوعنا هو الريكتيلينير موشن بس،
يعني ايه يا دكتور بقى rectilinear motion؟ rectilinear motion معناها straight line motion. طب يا دكتور rectilinear motion او straight line motion معناها ايه؟ اقول لك معناها ان ال V وال A coincide with the straight line. The straight line. يبقى انت ال velocity vector وال acceleration vector مالهم؟ منطبقين على الطريق اللي انت ماشي عليه. واضح ان احنا عمالين نتكلم ونقول كلمات تعبر عن اللي احنا عايزين نشرحه. الكلمات دي اسمها ايه؟ الكلمات دي اسمها kinematical parameters. لكل topic هنشرحه في الكورس دوت هيبقى فيه شوية كلمات بتوصف الجزء ده من الكورس. طب ايه هي الكلمات اللي انا محتاج اعرفها في الجزء ده من الكورس؟ تعالوا نشوف. اول حاجة عندي رموز او بارامترز بتوصف اللوكيشن. لو انا جيت رسمت ستريت لاين كده اهو، فقلت ايه؟ قلت ان المكان ده اوريجين. يعني ايه اوريجين؟ اوريجين معناها فيكسد بوينت او ريفرنس بوينت، من خلالها بقول انا فين منها. يعني طبعا ما ينفعش الاوريجين يتحرك معايا. طب انت فين دلوقتي؟ قال انا موجود في المكان ده، يبقى المكان ده اسمه ايه؟ current location. بعد الcurrent location عن الاوريجين اسمه position. اسمه ايه؟ اسمه position. وده اول بارامتر عندنا محتاجين نعرفه. اول بارامتر اسمه ايه؟ اسمه position. هنديله رمز ايه بقى؟ هنديله رمز. يبقى الاس ده بيعبر عن ايه؟ الاس ده بيعبر عن اللوكيشن of the particle from the origin. بعد البارتكل عن ايه؟ عن الاوريجين. وخلي بالك دي مالهاش علاقة بانت مشيت قد ايه. يعني انا لو قلت لك فور اكزامبل كده، قلت لك ان الاس لما كان التايم ب 2 سكند كان بيساوي 4 متر، هل دي معناها ان انا مشيت 4 متر خلال ثانيتين؟ لا. امال ايه؟ قال لي ده معناه ان انت الساعة 2 كنت في المكان ده، والمكان ده بيبعد عن الاوريجين 4 متر. طب انت خلال الساعتين او خلال الثانيتين مشيت قد ايه؟ لا مش موضوعي، معلومة مش واضحة في الجملة دي. يبقى هنا انا بقول لك الساعة كذا انت كنت في المكان كذا، ده هو البوزيشن. تاني بارامتر هو الديسبليسمنت. هندي الديسبليسمنت رمز دلتا اس. هندي الديسبليسمنت رمز دلتا اس. ايه الديسبليسمنت ديت وايه الدلتا اس؟ بالعربي اسمها الازاحة. يعني ايه displacement؟ يعني ايه دلتا اس؟ يعني ايه ازاحة؟ قال لي هي difference between two locations. difference between two locations يعني ايه؟ قال لي يعني انا رسمت لك اهو طريق وكان الاوريجين موجود هنا، بس انا في البدايه كنت في المكان ده، يبقى المكان ده اس ايه؟ اس انيشال، وبعد شويه بقيت في المكان ده، فالمكان ده اسمه اس فاينل. الديسبليسمنت فيكتور، الديسبليسمنت دي فيكتور بيترسم
straight line بدايته عند الانيشال ونهايته عند الفاينل. ركزوا معايا في الجملة ديت. الديسبليسمنت ده فيكتور، والفيكتور بيتعبر عنه بايه؟ بسهم ارو. والسهم ده بيترسم منين؟ بدايته عند الانيشال ونهايته عند الفاينل. مفيش سهم معوج، الاسهم كلها ستريت لاين. يعني معنى كده ان انا الديسبليسمنت على الرسمه دي هتترسم كده اهو، ادي الدلتا اس. بس الدلتا اس دي ليها كام احتمال؟ قبل ما اقول لك ليها كام احتمال، اقول لك ان الرول بتاع الديسبليسمنت من الرسمه واضح ان هو الاس فاينل ماينس الاس انيشال، الفاينل لوكيشن ماينس الانيشال لوكيشن. وده بيحطني في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان الفرق ده يطلع بالبلس، وده بيحصل لما يكون الفاينل ابعد من الانيشال، وبيطلع بالنيجاتيف لو كان ايه الفاينل اقرب من الانيشال، وبيطلع بزيرو لو كان الفاينل والانيشال ايه مكان واحد. ايه ده ينفع؟ اه ينفع، ان حضرتك خلال ثانيتين كنت في مكان مشيت، وفي اخر الثانيتين رجعت لنفس المكان. انا كنت نايم صحيت من النوم بعد ثانيتين لقيتك في نفس المكان اللي سبتك فيه، يبقى انت اتزحت قد ايه خلال الثانيتين؟ ما اتزحتش، انت بالنسبه لي ما اتحركتش. لكن في بارامتر تاني قال لنا الكلام ده غلط. البارامتر الثالث اللي بيفسر القصه دي اسمه ايه بقى؟ اسمه توتال ديستانس. ساعات بنقول توتال ديستانس، وساعات بنقول ديستانس ترافلد. هنديله سوا رمز اس تي. ايه بقى قصه الاس تي ديت؟ عشان نقول ايه قصه الاس تي، تعالوا نرسم الرسمه ديت. ادي الاوريجن هنديله رمز او، وادي الاس انيشال اس اي، والاس فاينل اس اف. لا تعالوا نرسمها تاني. اوريجن اس انيشال اس فاينل. تعالوا نرسمها تالت اهو، اس انيشال واس فاينل. دي كده الكيس رقم واحد، ودي كده الكيس رقم اتنين، وكده الكيس رقم تلات. ايه القصة دي؟ تعالوا نمشي من الانيشال للفاينل بتلات احتمالات. انا كنت عند الانيشال اهو، همشي كده عشان اروح للفاينل. ينفع؟ اه ينفع طبعا. مشيت قد ايه؟ قال لي مشيت 5 متر. تمام. طب اتزحت قد ايه؟ قال اتزحت 5 برضو. ما هو انا مشيت 5 واتزحت 5. واحد تاني كان هنا رجع متر وافتكر ان هو ماشي غلط، فرد ورجع 6 متر. ملاحظين حاجة؟ خلي بالكم الستة ماينس الواحد بكام؟ بخمسة برضو. بس هو مشي قد ايه؟ مشي 7 متر، مش 5 زي اللي فوق. واحد تالت قال ايه؟ قال ده انا كنت هنا همشي كده، ايه ده؟ ده انا فوتت المكان اللي انا رايح له، قام راجع تاني. فمشي 7 متر. طبعا الناس اللي منتبهة معايا والصحية عارف انا اكتب هنا هكتب 2 متر، عشان احافظ على ايه؟ احافظ على نفس الديسبليسمنت اللي هم ال5 متر. يبقى دول هم الثلاث احتمالات اللي همشي بيهم من مكان لمكان. ده بيوضح لنا ايه؟ بيوضح لنا ان الديسبليسمنت واحده، الدلتا اس ايه؟ واحده. في الكيس رقم واحد كانوا 5 متر، في الكيس رقم اتنين اتزح 5 متر، في الكيس رقم تلاتة برضو اتزح 5 متر، لكن المسافة اللي مشيها واحدة لا،
دي نجيبها ازاي؟ قال لي من قانون الاس توتال. الاس توتال بتساوي الدلتا اس الاولانيه زائد الدلتا اس الثانيه وهكذا. كمل بقى فور انفينيتي، بس خلي بالك هنحط للدلتا اس دي مودولس. يعني ايه مودولس يا دكتور؟ يعني نهمل الاشاره. بصوا كده الكيس رقم 2 الستة بوزيتيف لكن الواحد نيجاتيف، انا واخد البوزيتيف تو ذا رايت للثلاث رسومات. الخمسه بوزيتيف، تعالوا كده نمسكها واحده واحده. الخمسه بوزيتيف في كيس رقم 1. طب كيس رقم 2 ال1 نيجاتيف، ال6 بوزيتيف. طب كيس رقم 3 ال7 بوزيتيف، ال2 نيجاتيف. لا، لما اجي اجيب ديستانس اعمل ايه؟ اهمل الاشارات. 6 زائد 1 7 زائد 2 ما قلتش ماينس. القانون ده ممكن يتكتب بصوره ثانيه، ان اقول ان هو السميشن، شغل الرياضه بقى، مودولس الدلتا اس اي، حيث الاي دي بتتغير من كام لكام؟ من واحد لحد ان. يبقى ده كده تعريف مين؟ تعريف التوتال ديستانس، وده كده الرول بتاع التوتال ديستانس. يبقى السلايد ديت شرحت ثلاثة بارامترز بيوصفوا كل حاجة تختص بالمكان. مكاني ده اس، الديسبلاسمنت ده دلتا اس، الديستانس ترافل هي الاس تي. طيب في بارامترز تانية، في بارامترز تانية بتوصف لي ايه؟ بتوصف لي الفيلوستي. البارامترز هي واحد الانستانتينيوس فيلوستي، وبعد كده هنقول فيلوستي بس. ايه بقى الانستانتينيوس فيلوستي او الفيلوستي؟ هنديها رمز في. بتساوي ايه الفي ديت؟ قال لي بتساوي دي اس باي دي تي. الدي باي دي تي معناها الدريفتيف، عشان كده بنقول الانستانتينيوس فيلوستي ديت هي الريت اوف بوزيشن تشينج. البوزيشن ده بيوصف الطريق، وانا عملت له ديريفاتيف، عشان كده قلنا ان الفي هي تانجنت للطريق. بقول لكم عارفين الكلام ده، ان الديريفاتيف هو السلوب. سلوب يعني ايه؟ يعني تانجنت، يعني مماس. فهنا عندي الفي بتساوي ايه؟ دي اس باي دي تي. ايه برضو قصه الانستنتينيوس فيلوستي ديت؟ قال لي يعني الفيلوستي في كل لحظه، عربية ماشية ففي الثانية الأولى سرعتها بكذا، في الثانية الثانية سرعتها بكذا، في الثانية كل شوية، في كل ثانية ليها سرعة مختلفة. اسمها إيه؟ اسمها instantaneous velocity. في إيه كمان؟ قال لي في average velocity. الـ average velocity هنديها رمز V average AVG. والـ average velocity بتساوي الدلتا اس على الدلتا تي. ايه قصه بقى الافريج فيلوستي ديت؟ قال لي الافريج فيلوستي ديت هي كونستانت فيلوستي تو ترافل ذا ديسبلاسمنت. كلمة average معناها constant. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ في السلايد اللي فاتت كنا جبنا ثلاث حالات، كيس واحد وكيس اتنين وكيس ثلاثة. جيت بقول لك ان انت قدامك ثلاث ثواني. الثلاث ثواني دول روح من الانيشال للفاينل بسرعة ثابتة. الثلاث ثواني دول مش هيبقوا في حالة الافريج فيلوسيتي، مش هيبقى شايفين غير الخمسة، سواء كيس واحد او كيس اتنين او كيس تلاتة، هو مش شايف غير الخمسة. يبقى نقسم خمسة على تلاتة، ادانا رقم. الرقم ده هو ايه؟ هو السرعة الثابتة اللي هتزحني من الانيشال للفاينل. طب هو الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده مش صح. عشان مش صح احتاجنا بارامتر تالت.
اسمه ايه بقى؟ اسمه average speed. الفلوستي فيكتور ليه حاجتين، ليه ماجنيتيود لانه فيكتور وليه دايركشن. ماجنيتيود فيكتور الفلوستي اسمه سبيد، يبقى كلمه سبيد معناها ماجنيتيود فيكتور الفلوستي. الافريج سبيد بتساوي الاس توتال على الدلتا تي. خلي بالكم كلمه افريج معناها كونستانت، فيبقى افريج سبيد معناها ايه بقى؟ كونستانت. فيلوستي برضو، بس ايه بقى؟ قال لي تو ترافل ذا ايه؟ ذا ديستانس. خلي بالكم ان الديستانس والافريج سبيد لازم يبقوا بوزيتيف، لكن الافريج فيلوستي والديسبلاسمنت ممكن يبقوا بوزيتيف، ممكن يبقوا نيجاتيف، ممكن يبقوا ايه؟ ممكن يبقوا زيرو. تلات احتمالات موجودين. اخر بارامترز عندنا اللي هو الاكسلريشن. الاكسلريشن هنديله رمز ايه؟ الاكسلريشن ده هو ايه؟ هو الريت of velocity change. الrate of velocity change طبعا كلمة rate معناها d by dt، فيبقى الـ A هتساوي ايه بقى؟ dv by dt. بتوع الرياضة يقول لنا احنا ممكن نطلع لك قانون كمان لو استخدمنا الـ chain rule. ايه بقى القانون ده؟ قال لي ما احنا ممكن نقول dv ونقسمها على ds ونرجع تاني نضرب في دي اس على دي تي. ينفع؟ اه ينفع بالتشين رول ينفع. طب ما هي دي اس باي دي تي احنا لسه قايلين انها ايه؟ فين؟ اهي قايلين انها في، يعني ممكن اشيل ديت واكتبها ايه؟ في. فتبقى الاكسلريشن بتساوي ايه بقى؟ في دي في باي دي اس. القوانين المتحكمه في الموشن، القوانين اللي هتتحكم في الموشن ثلاثة، هما ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي، وان الاي بتساوي دي في باي دي تي، او ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس. ده كده رقم واحد، ده كده رقم اتنين، ده كده رقم ايه؟ تلاتة. دول هما التلات قوانين اللي ماسكين ايه بقى؟ اللي ماسكين الريكتلينير موشن. انا عايزكم تشوفوهم زي ما انا شايفهم. انا شايفهم ازاي؟ انا شايف ان القانون الاول هو قانون بيربط ما بين الفي واللوكيشن اس مع التايم. القانون التاني بيربط ما بين الاي والفي ومين؟ والتي. القانون الثالث بيربط ما بين الاي والفي والاس. يبقى دول كده هما الثلاث قوانين اللي مالهم اللي هيحكموا لي الموشن. شرحنا نظر كتير، تعال نشوف علاقة كل اللي انا قلته ده ايه بحل المسائل. تعالوا نشرح علاقة ده بالمسائل من خلال الاكزامبل ده. في الاكزامبل دوت رسم لي كار ورسم لي عليها سهم وحاطط على السهم رمزين. ايه معنى الكلام دوت؟ معناها ان السهم اللي مرسوم ده هو سهم الفلوستي وفي نفس الوقت سهم الاكسلريشن. انا عرفت من السهم ده ان الفلوستي والاكسلريشن مع بعض مش عكس بعض. اتعلموا تقروا، اتعلموا تقروا.
انا ما قريتش لسه اي كلام، انا بصيت بس للرسمه. فهمت ايه؟ فهمت ان العربيه دي سرعتها بتزيد. ليه؟ لانه رسم سهم واحد بيعبر عن الفلوستي وبيعبر عن الاكسريشن، يبقى هما مع بعض. طب عرفت ايه كمان من الرسمه؟ قال لي عرفت من الرسمه ان نقطه او دي هي نقطه الاوريجين. طب وعرفت ايه كمان من الرسمه؟ قال لي عرفت، بصوا كده تعالوا نعمل زوم اكتر عش الرسمه مش واضحه قوي، بس هو رسم الاس كده وحاطط راس السهم هنا. نفهم ايه؟ نفهم ان البدايه كانت عند او والبادي ده ماشي ناحيه اليمين، يبقى البوزيتيف بتاعي ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. كل ده انا فهمته منين؟ من الرسمه بس. طب ما تعالوا نقرا الكلام يمكن نفهم حاجه كمان. بيقول لي the car on the left of the photo and the figure كذا moves in a straight line، يعني بغض النظر عن الجمله بس انا اخدت حاجه حلوه قوي اسمها ايه بقى؟ اسمها straight line. معلومه مهمه في موضوعنا النهارده. مش مهمه ليه يا دكتور؟ لان حضرتك النهارده بتشرح rectilinear motion، يعني اي مساله هتبقى ايه؟ rectilinear motion. لكن دي معلومه بعد كده مهمه جدا، انا عايز اعرف هو البادي ده او البارتكل ده في ستريت لاين ولا في كيرف. هو اللي هيقول، يا اما يقول من خلال الرسمه يا اما يقول من خلال الكلام. هو هنا الراجل قال من الاثنين، قال من الرسمه وقال من الكلام. طب يعني ايه ستريت لاين؟ ستريت لاين يعني الفلوستي والاكسلريشن مع بعض او عكس بعض، مفيش ما بينهم انجل. طيب نكمل. شورت ذات فور ا شورت تايم، ده لفتره معينه. ايه اللي حصل في الفتره المعينه ديت؟ قال لي اتس فيلوستي. ايه ترجمه فيلوستي؟ ترجمه فيلوستي يعني لما نحط الشاحن، ترجمه الفيلوستي يعني في. ايه ده؟ هو مش ترجمه الفيلوستي يعني السرعه؟ لا، سيبك بقى من العربي وسيبك من الانجليش وخلينا في الميكانكس. الميكانكس قالت ان الفيلوستي رمزها ايه؟ في. واداني الفي كايكويشن، اداني الفي ايه؟ كايكويشن. ما تيجي نكتبها. يعني هو هنا قال لي ان الفي ديت، واداني ايكويشن، قال لي ان الفي بتساوي، الفي بتساوي 3 تي سكوير بلس 2 تي، وقام حاططها لي كده ما بين قوسين وكتب لي جنبها ايه بقى؟ feet per second. ايه القصة دي؟ القصة ان اللوكيشن، ان البوزيشن بانواعه هتبقى اليونت بتاعته يا اما متر، يا اما متر، يا اما feet. طبعا المتر بتوابعه والفيت بتوابعه. لو اتكلمنا على الفيلوستي هتبقى اليونت بتاعتها هي يا اما متر بير سكند يا اما فيت بير سكند. لو هتكلم على الاكسلريشن هتبقى اليونت بتاعتها يا اما متر بير سكند سكويرد يا اما فيت بير سكند سكويرد. ده بالنسبه للايه؟ للدايمنشنز. فهو هنا بيقول لي ان الفيلوستي بتساوي، واداني معادله فانكشن في التايم. حتى هو الراجل قال لي هنا ايه؟ خلي بالك ده التايم ده ان سكند، وفي الاخر قام قال لي ان اليونت ايه؟ فيت بير سكند سكوير. مش هحاول ولا حاجه، مش هحاول من فيت لمتر او من متر لفيت، ده في الفيزياء. في الميكانكس لا. انت عايز ايه؟ قال لي ديترمن. ديترمن ايه بقى؟ ديترمن البوزيشن. خلي بالك في مسألة هقول لك determine البوزيشن، في مسألة تانية هقول لك determine displacement، في مسألة تالتة هقول لك determine total distance. كل واحدة من دول ليها الرمز بتاعها. يبقى هو عايز البوزيشن، البوزيشن رمزه اس، وعايز الاكسلريشن، الاكسلريشن رمزها ايه. طب الكلام ده امتى؟ قال لي لما يكون التايم بيساوي 3 سكند. تعالوا نكتب ده
يبقى هو بيقول لي determine الترجمة. determine ها ايه الترجمة بتاعتك؟ قال الترجمة ان هو عايز الاس يبقى حطه قدام الاس علامة استفهام، وعايز الايه نفس الكلام question mark. طب كل الكلام ده امتى؟ قال الكلام دوت لما التايم يساوي 3 seconds. طيب يلا بينا نحل المسألة ديت ونشوف هنحلها ازاي. الحل معاك ايه؟ جاوب. لا 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 انا لا جاوب. معنا ايه الحل؟ اول حاجة مش معنا ايه، اول حاجة احنا عايزين ايه؟ قال احنا عايزين الاس بكام لو الكيس لما التايم يساوي 3 seconds. يبقى انا عايز معادلة تربط ما بين الاس والتي وحاجة معايا، حاجة معايا اللي هي مين؟ اللي هي الفي. طب ايه هي العلاقة اللي بتربط ما بين الاس والتي والفي؟ لو بصيت هنا هلاقي ان العلاقة الاولانية بتربط ما بين الفي والاس والتي زي ما انا عايز، بس يبقى هي دي اللي تنفع. اقوم جاي هنا قايل له ايه بقى؟ قايل له ان العلاقة اللي بتربط ما بين التلاتة دول بتقول ان الاي بتساوي دي في سوري ان الفي بتساوي ايه؟ دي اس باي دي تي. اهو تعال بس نمسح الشخبطة اللي حصلت ديت. هو بطل يمسح باين عليه. طيب نشرب دي. عايزين القانون بقى بيقول ايه؟ بيقول ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي. طب معاك ايه؟ تعالوا كده نبص هنا، انا معايا ديت، يبقى انا هشيل الفي واحط مكانها ايه بقى؟ شغل رياضي، 3 تي سكوارد بلس 2 تي ايكوال دي اس باي دي تي. طب الرياضه يقول لي من اللحظه ديت اعمل سيبريشن للفاريبلز، يعني انا هقول له ايه؟ 3 تي سكوارد بلس 2 تي كل ده مضروب في ال دي تي ايكوال كام؟ ايكوال دي اس. يلا بينا نعمل انتجريشن. من الانتجريشن هقول له ايه؟ ان الاس بتساوي، تعال بقى نعمل انتجريشن للكلام ده، هيبقى 3 تي باور 3 على 3 بنزود الباور ونقسم على الباور الجديد بلس 2 تي سكوارد على الاثنين. اوعى تنسى انا شخصيا بنسى، في ثابت للايه؟ في كونستانت للانتجريشن، تعال نسميه سي 1. السي 1 ده هنجيبه منين؟ هتقعد تقرا المساله ومش هتوصل لحاجة. طب ليه مش هوصل لحاجة؟ لأن حضرتك ما كملتش قراية للآخر. لما تقرأ مسألة تقراها من أول كلمة لآخر كلمة. عارفين إحنا طنشنا إيه؟ طنشنا دي، طنشنا الجيفن ده، مع إن الجيفن ده هو اللي هيحل لنا المشكلة. الجيفن ده بيقول إيه؟ بيقول خلي بالك إن لما كان التايم بزيرو كانت الإس بزيرو. كونديشن اهو، مكان انا عارف زمنه، يبقى انا هسبستيتوت في الايكويشن ديت عن كل اس بكام؟ بزيرو، يبقى زيرو ايكوال 3 مع 3 هتطير يبقى زيرو باور 3 والاثنين هتطير مع الاثنين يبقى زيرو سكوير بلس سي 1. من هنا طلعت السي 1 بكام؟ بزيرو. فيطلع من هنا الريليشن اللي معايا ان الاس بتساوي تي باور 3 بلس تي سكويرد. اه يا دكتور بس هنا انت جبت ايكويشن ما بين الاس والتي ات اني تايم. اقول لك ما خلاص، ما احنا من اللحظه ديت من الايكويشن ديت نعمل ايه بقى؟ ايكويشن 2 نحط التايم بكام؟ ب 3 سكندز فنجيب الاس. بص هتتكتب ازاي؟ هكتب اس واجي احط تحت كده تي ايكوال 3 ايكوال، بص بقى 3 كل باور 3 بلس 3 الكل ايه؟ والكل سكوارد، واللي هيطلع هتبقى اليونت بتاعته هي فيت.
نيجي للمطلوب الثاني. المطلوب الثاني ان هو عايز الاكسلريشن بكام لما التايم بيساوي 3 سكندز. نفكر ازاي؟ قال لي البراكت بتاع تفكيرنا الاي والتي، واحنا معانا مين؟ معانا الفي. طب هل في ريليشن بتربط ما بين التلاتة؟ اه طبعا في. ايه هي؟ ان الاي بتساوي دي في باي دي تي. طب ما انت معاك الفي يبقى هتعمل ديريفاتيف، يعني الاي هتساوي ديريفاتيف الكلام ده، يعني التلاتة تي سكوير ده هتبقى كام؟ تلاتة تايمز اتنين في تي. بعد كده زائد 2 تي تبقى كام؟ تبقى 2 في 1، يعني كله على بعضه كده الاكسلريشن تطلع بتساوي 6 تي بلس 2. برضو دي الاكسلريشن ات اني تايم، الكويشن رقم 3. هعمل ايه؟ قال لي هتحط التي بتساوي 3 سكند. قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب الاكسلريشن لما التي ب 3، يعني 6 في 3 بلس 2، جبت الاكسلريشن فيت بير سكند سكويرد. واحد يقول لي يا دكتور انا كان عندي حل اسهل، ايه يا سيدي الحل الاسهل؟ قال لي يا دكتور اصلا انا فاكر كده ان لو كانت البروبلم بتاعتي فانكشن في التايم، فالاس ديت اقدر اعمل لها ديريفاتيف اجيب الفي، واقدر اعمل لها ديريفاتيف تاني اجيب مين؟ الاكسلريشن، والعكس لو عايز امشي العكس يعني يبقى انتجريشن. الكلام ده صح؟ الكلام ده صح، وهو يكافئ القوانين اللي احنا قلناها بس اختصار لاستخدامها مش اكتر. يبقى انا معايا الفي، كان معايا هنا الفي بكام؟ الفي كانت بتساوي الفي 3 تي سكوير بلس 2 تي، فكنت اقدر اعمل لها ديريفاتيف اجيب الاي، واعمل لها انتجريشن اجيب الاس. ده اللي فعلا احنا عملناه لحد دلوقتي. هل في سؤال؟ ها نسمع اسئله كده لو في اسئله. واحد بس. ها اسم في وانا كنت بحسب البوزيشن اعمل ديفنت انتجرال على طول غلط. هي ده شغل رياضه، مش قضيه. انا كان ميكانكس، يعني انا في النهايه عايز الريليشن اللي متبروزه دي. انت بقى تعملها بلس سي، هتعملها ليميتد انتجريشن، انت حر، دي رياضه انا ماليش دخل فيها. ها ايه تاني دكتور لو سمحت؟ ما كنتش فاهم جزئيه الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد دي. سيبها للمحاضره الجايه. ليه بقى؟ لان انا المحاضره الجايه هحل لك عليها مسائل، انت عارف كمان، وهنحل مسائل على الديستانس والديسبليسمنت، فدول محتاجين مساله رقميه عشان تفهم المقصود ايه. انا بس رميتها كده النهارده عشان اقول لك ان احنا عندنا البارامترز الفلانيه، فانا النهارده هركز على الفي والاي والاس وعلاقتهم ببعض من خلال الايكويشنز الثلاثه دول. طب بالنسبه للكلام اللي قلته في الاول، محتاج تفصيل؟ محتاج تفصيل ومحتاج مسائل كمان، فاجل سؤالك ده. ها ايه تاني دكتور لو سمحت؟ قولي. هو الاكسلريشن بنحدد اتجاهها ازاي؟ انا ما بحددش اتجاهها، هو اللي في المساله بيحدد اتجاهها، هو في المساله اللي بيحدد اتجاهها. طب هو هنا في المساله عمل ايه؟ رسم لنا السهم اللي انت شايفاه دوت على العربيه، يعني السهم اللي على العربيه ده هو سهم للفيلوسيتي وسهم للاكسلريشن. طب لو ما كانش رسمه هعرف منين اتجاه الاكسلريشن؟ من المعادله. بص كده معايا، معادله الفي عباره عن ايه؟ 3 تي سكويرد بلس 2 تي، صح؟ التايم التايم الفاليوز بتاعته بتنحصر ما بين كام وكام؟ التايم من زيرو لحد انفينيتي. طب احنا لو حطينا في الايكويشن بتاعت الفي التايم بزيرو لحد انفينيتي، الفي هتطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتطلع بوزيتيف. طيب تعالي بقى في ايكويشن الاكسلريشن، اكسلريشن احنا جبناها كام؟ 6 تي بلس 2. اي قيمه للتي هتخلي الاكسلريشن برضو بوزيتيف، يعني معنى كده ان اتجاه الاكسلريشن مطابق لاتجاه الفيلوسيتي. تعالي بقى ازود على سؤالك،
طب انا في المسألة ديت يمين الاوريجين ولا شمال الاوريجين؟ طب انا يمين الاوريجين على طول ولا ممكن شوية يمين وشوية شمال؟ اللي هيحدد كده مين؟ معادلة الاس. بص كده معادلة الاس بتساوي كام؟ تي باور 3 بلس تي سكويرد، ودي معادلة دايما هتبقى بوزيتيف. يبقى انا دايما في المسألة دي يمين الاوريجين مش شمال. وصلت؟ وصلت. انا قصدي على اللي هو في اول سلايد، اول سلايد. لا قصدك في الكيرف. ايوه. لا ده يا ده انت قديمه خالص، ده انت من زمان. احنا قلنا ان الاكسلريشن هي كاوتش العربيه، مين اللي بيحدد؟ اللي ماسك الدريكسيون طبعا. واحنا ماشيين بالعربيه الكاوتش القداماني بيلف لوحده ولا انا اللي سايق؟ انا اللي بلفه، انا اللي سايق انا اللي بلفه. الاكسلريشن هي الفورس. مش انت عارفه من قانون نيوتن ان السيجما فورس بتساوي ماس في اكسلريشن؟ الماس ده رقم. يبقى زي ما تكون الاكسلريشن زي ما تكون الفورس. فمطور العربيه ما يفهمش العربيه ماشيه ازاي، لكن انا بالكاوتش بتاع العربيه بقول للعربيه ايه؟ اتزقي على طول، اتزقي يمين، اتزقي شمال. فلا بيحدد اتجاه الاكسلريشن هي اتجاه الفورس. احنا في الجزء بتاع الكينيماتيك ملناش دعوه اتحددت ازاي. نيجي بقى في الجزء بتاع الكينيتيك نقول لك اتحددت ازاي. تمام؟ تمام. شكرا دكتور. العفو. تعالوا نروح لمساله كمان. مش ممكن سؤال؟ لا استنى بقى، ايه بعد المساله دي نسمع اسئله كمان. تعالوا نمسك الايه المساله دي. المساله ديت بتكمل اللي احنا عايزين نقوله. المساله ديت بتقول ايه؟ تعالوا نقراها سوا ونترجم. انا عايزكم تعرفوا ترجموا كويس جدا. Small projectile is fired vertically downward into a fluid medium with an initial velocity of 60 meter per second. انا قريت جملة طويلة عريضة، اعتقد ان العموم منكم ما شافش غير initial velocity ب 60، بس انا بصراحة شفت حاجات اكتر بكتير. تعالوا شوفوها معي. انا شفت ايه؟ انا شفت كلمة fired. كلمة fired معناها ان الانيشيال velocity is not zero. is not zero. ايه الانيشيال فيلوسيتي وايه الفي نود اللي حضرتك كتبتها ديت؟ احنا عندنا كام رمز؟ عندنا اربع رموز. الرمز الاولاني اللي هو اس، الرمز الثاني اللي هو تي، الرمز الثالث اللي هو في، الرمز الرابع اللي هو اي. في وإس وتي وإيه. لما أكون عايز أقول واحد منهم إنيشيال أحط تحته الدايرة الصغيرة ديت. إس نود، تي نود، في نود، وإيه نود. حيث النود معناها الإنيشيال فاليو من الفاريبل دوت. يعني الفاريبل ده بياخد أرقام كتير كده، أول رقم منهم بياخد رمز نود. ففي كلمتين خاصين بالفلاستي. الكلمة الأولانية هي released والكلمة الثانية هي fired أو projected. كلمة released معناها أن أنا سبته على حالته، يعني لو كان واقف يبقى بادئ من سكون، ولو كان بيتحرك يبقى بادئ من الحركة ديت. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني أنا كنت راكب عربية ماشية بسرعة 60 ومطلع ايدي من الشباك وماسك حجر. الحجر اللي في ايدي ده سرعته بكام؟ سرعته هي نفس سرعة العربية 60. عملت له ريليز، سبته. اول ما سيبه هتبقى سرعته في الاول كام؟ 60، نفس السرعة اللي كان بيمتلكها قبل ما سيبه. لكن لما اقول ان انا
كنت راكب العربية اللي بسرعة 60 ماسك حجر وحدفته، هتبقى السرعة بتاعتي هي ايه؟ هي 60 بلس الحدفة بتاعتي. طب لو انا كنت على ارض ساكنة وعملت ريليز، يعني انا واقف في البلكونة وسبت حجر، في الحالة ديت هيبقى اسمها ايه بقى؟ ريليزد فروم ريست. يبقى ريليزد فروم ريست معناها الفي نوت بزيرو، كلمة فايرد معناها الفي نوت بكام؟ برقم مش بزيرو. عشان كده الراجل جه بعد كده قال لي ايه؟ قال لي خلي بالك ده الفي نود بتساوي كام؟ بتساوي 60 متر بير سكند. بس لحد دلوقتي انا مش عارف اتجاهها ايه، لان ممكن تكون ال 60 دول يمين او شمال او لفوق او لتحت او ميله، انا ما اعرفش. لكن هو حدد وقال لي ايه؟ فيرتيكالي. كلمه فيرتيكالي انا فهمت منها ان هو ماشي في ستريت لاين، لان مفيش حاجه اسمها فيرتيكالي في كيرف. الفيرتيكالي لازم يكون في ايه؟ في ستريت لاين. يبقى هو هنا ضمن قال لي ان البارتيكل ده ماشي في ستريت لاين موشن. طب ما هو الفيرتيكال دي يا دكتور ليها احتمالين، ممكن يبقى لفوق ممكن يبقى لتحت. اقول لك لا، ما هو وضحها وقال فيرتيكالي ايه؟ فيرتيكالي داون وورد. يبقى الداون وورد تخليني احط هنا سهم ماله نازل لتحت. طب ما تيجوا معايا نبص للرسمة اللي موجودة في المسألة. الرسمة ديت بتديني معلومات، هنرجع نقرأ بس تعالوا نشوف المعلومات اللي موجودة في الرسمة. نقطة O متعرف عليها عندنا كلنا انها الأورجين، واضح ان هي عند سطح الفلويد او ادي السيرفيس بتاع الفلويد. ورسم لي هنا سهم، انا متهيالي المعظم مش شايفه اهو، او وكاتب عليه اس. فاكرين المساله اللي فاتت؟ يبقى معنى كده ان هو بادئ من الاو ونازل لتحت، ومعناها تاني ايه؟ ان البوزيتيف لتحت. عشان كده تلاقوني كتبت الفيلوسيتي بالبوزيتيف. بصوا كده كتبت كام؟ بلس 60. او ليه؟ لانها ماشيه مع البوزيتيف بتاع الرسمه. طيب ايه تاني؟ قال لي due to the drag resistance of the fluid، واضح ان الفلويد ده كان زيت، فكان في مقاومه لحركه البارتكل جوه الايه؟ جوه السائل. اعتقد ان في تجربه عندكم في الفيزياء عن كده. بيقول لي the projectile experiences a deceleration. يعني ايه يا دكتور deceleration؟ deceleration يعني الاكسلريشن عكس الفيلوسيتي، ده اللي قلناه في الكلام النظري اللي في الاول. يبقى كلمة دي رخر، بصوا كاتبها بكم؟ بماينس 0.4 في سكوير. يبقى هنا مدينا الديسيليريشن بكام؟ بماينس 0.4 في باور 3، واليونت بتاعته متر بير سكند سكوير. واضح ان احنا لسه في مرحلة المعلومات الكتير. يعني هو لو كان قال كلمة ديسيليريشن لوحدها كنت انا بايدي حطيت ماينس، لو كان قال لي upward acceleration كنت برضو حطيتها ايه؟ ماينس. لكن الراجل واضح ان هو لسه مستصغرني، فبيديني المعلومة بكلمة ويديني المعلومة بفاليو او باشارة، وبيأكد ان الفلوستي اللي موجودة في الرول دوت اليونت بتاعتها بالمتر بير سكند. determine طالب ايه؟ الريكوارد بقى بتاع المسألة. determine ايه؟ البروجكتايل فيلوسيتي، عايز الفي، وعايز كمان البوزيشن اس. كل الكلام ده امتى؟ بصوا كاتبها ازاي. افتر 4 سكند از فايرد. واحد يقول لي يا دكتور انا عارف ديت بقى، انا ترجمها لك. قلت له ايه؟ قال لي دي معناها، دي معناها يا دكتور ان التايم، تعالوا نصغر شويه اهو، دي معناها يا دكتور ان التايم بيساوي 4. ده انا مش شاطر اهو، مذاكر وعارف كل حاجه. هقول له غلط، التايم بتساوي 4 دي ايه؟ غلط. ايه ده غلط؟ امال ايه الترجمه؟ اقول لك هو قال لك ات ولا بعد؟ ايه ده يتفرق؟ طبعا تفرق. لما اقول لك قابلني الساعة 2
غير لما اقول لك قابلني بعد ساعتين، صح ولا غلط؟ رغم ان الاثنين اتنطقت في الجملتين. بصوا كده اولها تاني، قابلني الساعه 2، يبقى التي بكام؟ باتنين. لكن لما اقول لك قابلني بعد ساعتين، هل هتقول التي باتنين؟ اما هتعمل ايه؟ هتبص في ساعتك تلاقي الساعة دلوقتي 4، يبقى جملتي معناها ان انا قابلك الساعة 6. جيت قلت لك قابلني بعد ساعتين، بصيت في الساعة لقيت الساعة 1، تقوم انت تقول لي خلاص يبقى انا هكون مستنيك الساعة 3. اللي مدهلنا ديت بيقول بقى ايه؟ for second after it's fired، يعني الدلتا تي بتساوي 4، مش التي هي اللي بتساوي 4. طب هي الدلتا تي دي عباره عن ايه؟ قال عباره عن تي ماينس تي انيشال، تي ماينس التي اللي احنا حذفنا فيها البارتكل. بمعنى كده تي ماينس تي فايرد ايكوال كام؟ ايكوال 4. واحد يقول لي يا دكتور، يا دكتور دكاتره عين شمس دول بيحبوا يكلكعوا الدنيا. ما يا دكتور اصلا هو فايرد لما كان التايم بزيرو، يعني التي فارد ديت بزيرو، يبقى معنى كده ان التي ايكوال 4. ما هي دكتور التي ب 4 اهي، امال انت ليه عامل هنا فوق غلط؟ ما انت قعدت تشرح اهو بقالك 10 دقائق ووصلت لنفس الكونكلوجن ان التي ب 4. قال لك لا، بس خلي بالك بقى، هنا في المساله ديت ما ادانيش الانيشال تايم فحطيته بزيرو، هل ده دايما موجود؟ طبعا لا. ليه؟ لان انا ممكن اقول لك هات لي الفيلوسيتي والبوزيشن 4 سكند افتر ذا اكسلريشن از كذا. بص اللفه، هقول لك هات لي الفيلوسيتي والاكسلريشن 4 سكند افتر اي بتساوي ماينس 0.4 متر بير سكند سكوير. ايه ده؟ هل كده التيب 4؟ طبعا لا، ده انت حضرتك هتروح تجيب التايم لما كانت الاكسليشن بالرقم ده، طلع مثلا التايم ب3، فيبقى ساعتها التايم اللي انا محتاجك تجيب لي عنده الفلوس والاكسليشن بكام؟ ب7، 4 زائد 3. فمش دايما الانترفال بتديني الفاليو بتاعت التي، المساله ديت ادتني الفاليو بتاعت التي. يبقى تطابق اجابتي مع الاقتراح اللي حضرتك قلته في الاول ده بالصدفه في المساله ديت، لكن مش ده عموم الكلام. فخلي بالكم من ترجمة الأرقام، ساعات الرقم بيبقى value للفاريبل وساعات الرقم بيبقى difference للفاريبل. هنا الفور سكند ديت ايه؟ difference، 4 ثواني بعد ما اتحدف، فلقين هنا اتحدف عند time بزيرو، فالاربع ثواني ادوني time بفور. بصوا انا شفت المسألة ازاي، لازم حضراتكم تشوفوا المسائل كلها زي كده، تمسكوا كل كلمة وتطلعوا معناها، مش معناها بالعربي، معناها بالميكانيكس. طيب تعالوا نحل، ادينا ترجم، تعالوا نشوف الحل هيبقى عامل ازاي. الحل هيبدا من الريكوايرد، احنا دايما بنفكر من اين يؤكل الكتف. انت عايز ايه؟ قال لي كان اول ريكوايرد عندي ان انا عايز الفيلوسيتي بكام لما التايم كان بفور. خلاص بقى احنا ترجمناه، عايز الفيلوسيتي لما كان التايم بفور. والله انا شايف ان انت دلوقتي رابط الفي بالتي، وانا اصلا معايا فوق اي وفي، يبقى احنا عايزين علاقه بتربط ما بين الفي والتي والاي. عارفها ان الـ A بتساوي dv by dt. طب دي هنعمل بيها ايه؟ اقول لك تعالى كده، مش الـ A بتساوي minus 0.4 v bar 3. طب خلاص شيل الـ A ديت وحط مكانها dv by dt، هتساوي الـ minus 0.4 v bar 3. الناس بقى اللي شاطرين في الماس، انا مش شاطر بصراحه في الماس، خلي بالكم انا على قد خالص، هيقول لي هنعمل سيبريشن للفاريبلز، يعني هيبقى عندك ايه؟ v باور نيجاتيف 3 دي v بتساوي نيجاتيف 0.4 دي تي. يلا نعمل انتجريشن، ها ديت تدينا كام؟ v
باور نيجاتيف ايه بقى 2 على نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 0.40. ممكن نحط الكونستانت يمين او شمال او يمين يا سيد او بلس سي سي 1. طبعا محتاجين انيشال فاليو. الانيشال فاليو كانت ايه؟ كانت ان الفي نوت بتساوي بلس 60 هو اللي قايلها لنا. طب لو كان فايرد ابورد كانت تبقى ماينس لان انا واخد البوزيتيف لتحت. كلمه في نوت دي معناها ايه؟ معناها ان احط التايم تي نوت بزيرو. لا هو صار ما جابليش السيره هنا عن انيشال تايم. ممكن على فكره الانيشال تايم يبقى فاليو غير الزيرو بس لازم يقول. لو ما قالش يبقى التي نوت بزيرو. طب حط الكلام ده بزيرو اصبح ايه بقى؟ ان السي 1 هتساوي 60 باور نيجاتيف 2 على 2. تعال بقى سبستيت الكلام دوت يبقى ايه؟ تعال نمسح ديت. شاف ليه ساعات بيمسح وساعات ما بيمسحش تقريبا بمزاجه خالص يعني. والله معلم اللي. طيب هنشطب عليها وانا بعد كده لما ابعت لكم الفايل انا هبعت لكم الفايل دوت هكون مسحت لكم البتاع دي اكيد ليها طريقه المسحها. يبقى انا عندي المعادله عباره عن 60 باور نيجاتيف 2 ماينس v باور نيجاتيف 2 الكل على 2 ايكوال نيجاتيف 0.4 تي. المعادله ديت معادله بتربط ال v وال t معادله رقم 2. يبقى انا كل اللي هعمله ان احط التايم ايكوال 4 سكند اجيب مين؟ اجيب ال v. هتطلع معانا ب 0.559 متر بير سكند. طيب تعالوا نشوف الجزء الثاني. ايه الجزء الثاني؟ الجزء الثاني هو ان احنا عايزين نجيب البوزيشن عند تايم معين. عند تايم بكام؟ عند تايم بفور. عايزين نجيب البوزيشن عند تايم بفور. يبقى احنا عايزين علاقة ما بين الاس والتي. بس المشكله ان احنا عندنا علاقه ما بين الاي والفي. ايه ده؟ هو في علاقه بتربط ما بين الثلاثه دول؟ لا مفيش. فانت عندك احتمال من الاثنين، يا اما انك تقول اس وتي واي ودي مش موجوده، مفيش علاقه بتربط ما بين الاس والتي والاي، يا اما ما بين الاس وايه بقى والفي والاي. ايه ده بس الاس والفي والاي دول هينفعوا ازاي؟ ده انا عايز تايم، انا عايز تايم. اقول لك ما احنا ممكن نحول التايم ده ازاي؟ في تفكيرين. التفكير الاولاني ان احنا نستخدم الايكويشن 2. نستخدمها ازاي؟ قال لي بقى هنجيب الفي لوحدها فانكشن في التي. يعني هنقول كده 60 باور نيجاتيف 2 ماينس في باور نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 0.8 تي. نجيب دي هنا ونجيب دي هنا، يبقى 60 بلس 0.2 ايكوال في باور نيجاتيف 2. يعني واحد على الكلام ده بيساوي واحد على في سكوير. يا نهار ابيض، ده موال كبير قوي. يبقى المهم تجيب الفي بقى، يبقى الفي هتساوي ايه؟ روت 60 باور نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بلس ال 0.8 تي تحت الروت، وتشيل بقى ديت وتحطها دي اس باي دي تي. يا لا 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 لا، ده رياضه صعبه، ده انا صعب عليا. طب ايه الطريق الثاني؟ قال لي الطريق الثاني هو تحويل الجيفنز. بص هحول الجيفنز زي بص التركه ديت. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لنا الاس بكام لما كان التايم ايكوال 4. بس انا من شويه عرفت عند تايم بفور ان الفي بكذا، فاقول ايه؟ طب ما هي ممكن نحولها تبقى هو عايز الاس لما الفي تساوي 0.559. طب ايه ميزه التحويله ديت؟ ميزه التحويله ديت ان انا ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس، وانا عندي معادله للفي للاي عباره عن نيجاتيف 0.4 في باور 3. V باور ايه؟ باور 3. فاجي اقول له V باور 3. فاجي اقول له هعمل سيبريشن للفاريبلز.
طبعا ديت هتطير مع دي تفضل السكوير فتبقى في باور نيجاتيف 2 دي في بتساوي نيجاتيف 0.4 دي اس. يلا يا سيدي نعمل انتجريشن. دي هتدينا في باور نيجاتيف 1 على نيجاتيف 1 بلس سي 2 ودي هتدينا نيجاتيف 0.4 اس. طبعا احنا عارفين الفي نود كانت ب 60 كانت ساعتها الاس نود برضو بايه بزيرو فهنستخدم دول نجيب مين السي. يبقى المعادله دي سهله اهي بقت معاك. كل اللي هتعمله ان انت هتحط الفي بتساوي 0.559 جبت مين جبت الاس اللي هو عايزه. يبقى انا مدرستي انك تهرب من الكالكلس وصعوبتها. فالناس اللي بتحب الكالكلس هيعمل الحل اللي على الشمال هيقعد بقى ايه يعمل سمبليفيكيشن للمعادله ويجيب الفي لوحدها بعد كده يشيل الفي ويحطها دي اس بعد دي صح. طبعا صح وهيبقى حل مظبوط وياخد الفول مارك لو جايب ايه خطواته صح والفاينل انسر صح. الجزء اللي على اليمين للناس اللي زي حالاتي بقى الناس اللي هم ما بيحبوش الرياضه بيحاولوا يهربوا منها بقدر الامكان. كان ايه الطريقه بقى اللي عندي حول الجيفنز بدل ما كان طالب الاس عند التايم بفور خليته بقى طالب الاس عند في بتساوي كام 0.559. في واحد عاب الطريقه ديت قال لي يا دكتور في مشكله افرض ان الفي بتساوي 0.559 دي كانت غلط اكيد هجيب الاس غلط. كلامه مظبوط بس انا اعتقد يعني ان لو انت كنت جايب الفي بتساوي 0.599 غلط ديت يبقى اكيد انت جايب المعادله اللي قبلها اصلا غلط لان ما اعتقدش ان مهندس هيعوض في المعادله ويجيب رقم ايه رقم ده احتمال ضعيف. فاذا كنت انت جايب الفي غلط يبقى اكيد اوريدي انت جايب المعادله غلط. فحتى لو استخدمت طريقه الانتجريشن ما انت اصلا جايب معادله غلط يبقى الدنيا ايه يبقى الدنيا باظت معاك. في المساله ديت اتعلمنا حاجات جديده عن المساله اللي قبلها. اتعلمنا ايه اتعلمنا كلمه فيرتيكالي. انا براجع كده اتعلمنا ايه اتعلمنا ان كلمه فيرتيكالي معناها ستريت لاين. اتعلمنا ان كلمه داونورد معناها ان هو بدا بانه نازل لتحت ولما بصيت للرسمه عرفت ان البوزيتيف متاخد لتحت من الاوريجين ورسمه الاس. كلمه فايرد عرفنا ان الفي نود ليها انيشال فاليو وكانت بكام كانت ب 60 بالبوزيتيف. كلمه ديسيليريشن معناها ان الاي واخده اشاره عكس الفي. طيب ايه كمان عرفنا ان الفلوستي يعني في البوزيشن يعني اس وعرفنا التريكة بتاعه 4 سكند افتر انها انترفال مش انفينيت تايم. طبعا الناس اللي بتحب الاختصارات هتقول لي يا دكتور انا برضو اعرف حاجة كده انها لو كانت الاي فانكشن في الفي فانا بفكر دايما في احتمالين لما يحصل كده لما يلاقي الاي دي كانت نوت رقم واحد نوت رقم اتنين لو كانت الفي الاي فانكشن في الفي قال لي بفكر في احتمالين ان انا احط الاي بتساوي دي في باي دي تي لو المساله مرتبطه بتايم وبحطها ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس لو المساله مرتبطه بايه مرتبطه بلوكيشن. فعلا هو ده اللي احنا عملناه وحلينا بيه المساله. هسمع سؤالين اتفضل. ممكن اسال يا دكتور؟ اتفضل. هو احنا ليه في اخر المفروض ده اللي هو بتاع الاكسلريشن بتاع الاس احنا استخدمناش الرول اللي خدناها اللي هي اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الله عليك الله عليك الله عليك. انا مستنيك من بدري انا مستنيك من بدري. تعالوا طبعا بعد شر عنك يعني تعالوا نحل زي طالب الاف جريد. شكرا. لا بعد شر طبعا علي انا قلت بعد شر عليك اهو. طيب تعال نشوف الحل ده. وسؤال سؤال زميلنا جميل جدا بيقول لي ان الاي بتساوي ماينس 0.4 في باور 3. طب يا دكتور ما هو مدينا الفي نود بتساوي بلس 60 متر بير سكند. قلت له قال لي طب ما خلاص يبقى الاكسلريشن بتساوي ماينس 0.4 في 60 باور 3. طلع علينا ايه ديت يلا نحسب. هتبقى 60 باور 3 تايمز ال 0.4 ادانا رقم ضخم كده
هو 8.6 متر بير سكند سكوير. قال لي الرقم دوت هقدر من خلال اقول ايه بقى؟ اقول ان الاس بتساوي في نوت تي بلس هاف ايه تي سكوير. القانون ده هنتكلم عنه بالتفصيل الليكتشر الجاي، بس عشان نجاوب على سؤال زميلنا، هيبقى 60 مضروبه في التايم اللي هو 4 بلس هاف في الاليا بكام بقى؟ ماينس 8.6 في التايم اللي هو بكام؟ اللي هو بفور الكل سكوير. جبت الاس، هو كان عايز الفي كمان اهو، الفي ايكوال في نوت بلس اي في تي، يبقى الفي ب 60 بلس نيجاتيف 8.6 في التايم اللي هو بفور، جاب كمان الايه؟ يبقى ديت كده بمتر ودي كده متر بير سكند. الحل ده دكتور ستيبس كتير، اكمل بس، وفي خطوات كتير وفي ارقام كتير، بس انا الحل ده لو جالي هعمل كده واعمل كده. حد يقدر يقول لي ليه؟ عشان العجله مش مظبوطه، عشان الاكسلريشن مش فاريبل. اه يعني ايه كونستانت ويعني ايه فاريبل؟ هل يا جماعه ينفع عند لحظه معينه اسالك عن رقم معين واقول لك ده ثابت ولا بيتغير؟ يعني هل الثانيه الرابعه واقول لك الفلوستي ثابته ولا بتتغير؟ طبعا لا. عشان اسال هو ثابت ولا بتغير لازم يبقى في انترفال، يبقى في فتره خلال الاربع ثواني، خلال العشر ثواني الجايين، لا ده في الخمس ثواني اللي فاتوا. يبقى الباشمهندس اللي سال الثبات محتاج انترفال، الثبات محتاج ايه؟ انترفال. فكانت المساله بتاعتنا من تايم بزيرو لحد تايم بكام؟ لحد تايم بفور، كانت الاكسجين بتساوي نيجاتيف 0.4 في بار 3. الرقم ده فاريبل كل شويه بياخد فاليو مختلفه. انت لما حطيتها في البدايه الفاليو دي هي كانت الاي نود، بس القانون ده لازم تبقى الاكسلريشن ثابته خلال الفتره اللي انت بتدرسها. فطبعا خلي بالكم من الوقعه ديت، انا ما اقصدش المساله ديت، انا اقصد الوقعه دي بتحصل في مواد كتير في مسائل كتير، بيبقى معاك حل والحل ده بيبقى سريع وشايفه عبقري، وساعات ممكن تملى بيه صفحه فولوسكاب كامله من الخطوات والارقام والحسابات، وللاسف بتطلع من الامتحان تلاقي 20 30 واحد زيك حلين نفس الحل وتراجعوا مع بعض وتقولوا بس احنا قفلنا الامتحان. فخلي بالك من الاخطاء دي. سؤال زميلنا جميل جدا جدا جدا، لانه وضح لنا غلطه كتير جدا مننا بيقعوا فيها، وكنت هاكد عليها المحاضره الجايه، ان خلي بالك القوانين الخاصه ليها شروط خاصه. القوانين اللي معظمنا حافظها في ايكوال في نود بلس اي في تي، في سكوارد ايكوال في نود سكوارد بلس 2 اف اس، الاس ايكوال في نود تي بلس هاف اي تي سكوارد، ليهم شرط. ايه هو الشرط؟ ان الاكسلريشن تكون كونستانت along the chosen interval. انت قررت تدرس، اصل خلي بالك في مساله بتبقى انترفال، مساله عربيه ماشيه في انترفال كانت الاكسلريشن ثابته، في انترفال ثانيه كانت الاكسلريشن كونستانت سوري فاريبل. ففي الحته الثابته تقدر تستخدم القوانين دي، في الحته الفاليبل ما تقدرش تستخدم القوانين ديت. ها فين زميلنا اللي سال لان شكله زعل؟ لا فهمت كده؟ اه تمام شكرا. سؤالك جميل جدا بصراحه. طيب انا قلت هسمع سؤال كمان. ها قول دكتور بعد اذنك. ممكن سؤال؟ قولي. ها هو معلش هو حاجة بس أنا متلخبطة فيها، يعني هي الـ C2 هنجيبها إزاي؟ يعني هحط إيه بزيرو علشان أعوض وأجيب الـ C2 بعد ما وصلت الـ equation دي؟ الـ C2 اللي هو الـ constant التاني. آه ما أنت معاكي أهو، معاكي الـ initial position إنه بزيرو، right؟ بصي. تعالي كده ناخد الاختراع ده. بص شايفة اللي أنا شاورت عليه دلوقتي ده؟ الـ V بكام؟ بـ 60، والـ S نوت بكام؟ بزيرو. هنيجي بقى في المعادلة اللي هي رقم 3 اللي انا سميتها 3 دي دلوقتي، هنشيل الاس نحطها بزيرو ونشيل الفي نحطها ب60، يبقى مين اللي فاضل؟ السي2 نحسبه. اه بصي اي كونستانت بتاع انتجريشن بنبقى محتاجين نعرف كل الفاريبلز عشان نعرف نطلعه هو.
يعني في الايكويشن رقم واحد انا ما كنتش عارف السي 1 بس كنت عارف ايه بقى ان الفي نوب ب 60 عند التايم ب 0 فجيت في المعادله دي وحطيت كل دي ب 60 وكل تي ب 0 اتفضل لي مين السي 1 طلعته فالمعادله رقم 2 ولا المعادله ديت يعني فيها في وتي وسي 1 فعرفت الفي والتي المعادله اللي انت سالت عليها فيها في واس وسي 2 فانا كنت عارف الفي نود والاس نود جبت السي 2 تمام شكرا يا دكتور العفو تعالوا نمسك معلش يا دكتور هو مش سؤال جديد هو مش سؤال جديد هو سؤال في اللي كان لسه الباشمهندس ساله من شويه اللي هو كان بتاع القوانين الثابته دي بتاع الجريمه ده قول ايوه لو احنا كنا عوضنا في نفس القوانين دي بس بقيمه الفي 4 وكنا برضه عوضنا في الاكسلريشن اللي هي عند تي ايكوال 4 كانت القوانين تمشي عادي صح لا ما تمشيش عادي بص دي مش قوانين لحظيه ما هو انتوا كده هتجروني الكلام انا هقوله المحاضره الجايه بص انا هقول لك سريعا بس لو ما فهمتش ما تسالنيش ماشي القانون ده كده غلط القوانين دي كده مكتوبه غلط كتابه القانون انها في ايكوال في نوت بلس اي دلتا تي القانون الثاني برضو مكتوب غلط على فكره هو الفي سكوير ده ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي دلتا اس خدت بالك من حاجه ان هنا دي اسمها دلتا تي فانت لما تقول التي 4 هي اصلها 4 ماينس 0 السؤال بقى من الزيرو للفور كانت الاكسيشن ثابته لا الدلتا اس من اس نود لاس ايه لاس عند التي 4 كانت الاكسيشن ثابته برضو لا فدي قوانين انترفال مش قوانين لحظيه القوانين اللحظيه هي قوانين الدريفت والانتجريشن اللي احنا بنتكلم عنها في محاضرتنا خلاص تمام شكرا لكم يو ار ويلكم تعالوا نمسك المساله الاخيره لان انا شخصيا بصراحه تعبت ما اعرفش انتوا تعبتم ولا لا بس ايه انا تعبت فتعالوا نترجم المساله دي ونروح رغم ان احنا في البيت في المساله ديت بيقول لي ميتاليك بارتكل از سبجكتد تو ذا انفلوينس اوف ماجنتيك فيلد از ات ترافلز داونورد ثرو ا فلويد يا نهار ابيض على الانجليزي يا نهار ابيض واضح ان الراجل عمال يشرح لنا مساله طويله عريضه بيقول لنا ايه بيقول لنا خلي بالك ده في هنا تو بليتس اهو البليت A والبليت B وفي كوره بتقع ما بينهم وقال لي طبعا داونورد عشان ايه يوصف لي انها نازله لتحت خلاص بقى احنا بقينا محترفين قرايه رسومات انا لو بصيت للرسمه ديت كلنا مفروض الناس اللي منتبهه معايا هتبقى عارفه ايه هتبقى عارفه ان المكان ده هو الاوريجين يعني نقطه ايه تمثل الاوريجين وهيعرفوا ايه كمان هيعرفوا ان الاس متقاسه من الاوريجين ادي السهم اهو بتاع الاس ويفهموا كمان ان البوزيتيف كان لتحت المفروض كل الناس اللي قدامي تفهم كده طب تعالوا نشوف الكلام ترجمته ايه بيقول لي كلام المفيد بقى if the particle is released from rest at the midpoint C حيث الاس ب 100 مليمتر اتفقنا ان كلمة released لوحدها مش معناها الفي نوت بزيرو لكن كلمة released from rest تترجم لي ان الفي نوت بكام بزيرو واحد في مره سالني يا دكتور هي الفي نوت بزيرو دي داون وورد ولا اب وورد طبعا كلكم عارفين ان الزيرو ملوش دايركشن لكن كان لو كان ليه فاليو كنت لازم ابقى عارف هي اب وورد ولا داون وورد طب ايه كمان قال لي ات ذا ميد بوينت سي المسافه ما بين الاي والبي 200 المسافه ما بين الاي والبي ايه 200 يبقى الميد بوينت بكام ب 100 طب ال 100 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف خلي بالك بقى انت راسم الاس لتحت وهو في الجزء البوزيتيف بتاع اس يبقى الاس نوت بكام الاس نوت بتساوي ها 100 ملي متر بالبلس كده هي ممكن تبقى بالماينس ممكن تبقى بالماينس في مسالتنا هنا بالايه بالبلس اهتموا بالاشارات لان الاشارات بتوديني في مساله ثانيه خالص اند The acceleration
ده مديني معادله للاكسلريشن، بيقول لي ان الاي بتساوي 4s، حيث الاس ديت اليونت طبعا بتاعتي متر بير سكند سكوير. وخلي بالكم من الاس ديت ان ايه، خدعه اهي، ان متر، ان متر يبقى لازم يبقى كل حاجه عندي بالمتر. يعني معنى كده ان الاس نوت دي قبل ما انسى احولها هتبقى بلس كام؟ هتبقى بلس 0.1 متر. انا شخصيا بغلط الغلطه دي وما احولش يونت واعوض وافتكر نفسي حالل صح. الكلام ده ايه؟ مش دايما. طيب ديترم عايز يعرف الفيلوسيتي اوف ذا بارتكل لما يوصل نقطه بي، نكتبها ازاي ديت؟ بيقول لي ديترمن، ديترمن ايه بقى؟ الفي بي. بصوا كتبتها ازاي، هو في معلومه عن البي؟ ايه المعلومه اللي تعرفها عن البي؟ لو بصيت للرسمه هلاقي ان الاس بي بكام؟ ب 200، يعني بلس 0.2 متر. والراجل حتى لسه مستصغرني واداني القيمه كمان كرقم. بيقول لي كمان عايز ايه؟ عايز التايم ات تيكس تو ترافل فروم سي تو بي، يعني عايز التايم من سي لبي. طبعا التايم من سي لبي هو تايم بي ماينس تايم سي. من حقك، من حقك لو ما ادكش معلومه عن الانيشال بوزيشن تحطه بزيرو، من حقك لو مش مديك معلومه عن الانيشال تايم تحطه بزيرو. هو هنا ما ادناش معلومه عن الانيشال تايم، يبقى التي سي كام؟ بزيرو. يبقى واضح ان التي سي بي اللي عايزه هو نفسه مين؟ هو نفسه تايم النقطه بي. كده احنا ترجمنا المساله. يتفضل نحل المساله. هنحلها ازاي؟ الحل، تعالوا نمسكها واحده واحده. انت عايز ايه؟ قال انا عايز الفيلوسيتي بكام لما كانت الاس بتساوي بلس 0.2 متر. واحد قال لي يا دكتور المعادله اللي معاك هي 4s، وانا اعرف ان لو كانت الاكسلريشن فانكشن في الاس يبقى انت ما قدامكش غير ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس. اقول له صح، يبقى انا هشيل الاي دي واحطها ايه؟ في دي في باي دي اس بتساوي ايه بقى؟ بتساوي 4s. اعمل سيبريشن للفاريبل، يبقى في دي في هتساوي 4s دي اس. من ضمن الناس اللي انا منهم، بعد شويه بنسى، بعد شويه بنسى وبكتب ايه بقى؟ في دي في بتساوي 45 دي اس، واعمل كده. خلي بالكم عشان انا من الناس ديت، اوعوا تبقوا زيي. تعالوا نعمل انتجريشن اهو، هنا انتجريشن وهنا ايه؟ انتجريشن اهو. وفي الانتجريشن دوت نحط ايه؟ نحط الليميتس اوف انتجريشن او نحط كونستانت. ده صح وده برضو ايه؟ وده برضو صح، الاثنين صح. طب لو انا عايز اعمل ليميتس، عشان الناس اللي حابه تحل بالليميتس، قال لي بنبدا فوق نحط اي في عند اي اس، اي في عند اي اس. طب وتحت؟ قال لي تحت بنحط كونديشن احنا عارفينه، تحت بنحط كونديشن احنا عارفينه. انت عارف ايه؟ قال لي انا عارف لما كنت عند نقطه سي كانت السرعه بزيرو، لما كنت عند نقطه سي كانت السرعه بايه؟ بزيرو. تعالوا نعمل انتجريشن. الانتجريشن دوت هيدينا ايه؟ اللي على الشمال هيدينا في سكويرد، هيطلع فوق كده في سكويرد على ايه؟ على الاثنين، وهنسبستيتيوت من زيرو لاي في. طب واللي على اليمين هتدينا ايه؟ قال هتدينا 4s سكويرد على الاثنين، وهسبستيتيوت من كام لكام؟ من 0.1 لاي اس. الكلام ده اعتقد ان هو سهل بالنسبه لنا كلنا. هاجي اقول له ايه؟ على اليمين بقى عباره عن في سكويرد على الاثنين، في سكويرد على الاثنين ماينس زيرو، واللي على اليمين هيبقى ايه؟
ما تيجي نشيل الاثنين اللي عامله لنا وش اهي نضربها هنا وهنا فيبقى في سكوير على طول، واللي على اليمين هتبقى ايه 4 هنا اس سكوير وهنا 0.1 ايه 0.1 سكوير. يبقى واضح ان انا طلعت بان ال v سكوير هتساوي 4 في اس سكوير ماينس 0.1 سكوير. خلصت. هتعمل ايه للمعادله ديت؟ معادله رقم 2 هتحط الاس بتساوي 0.2 تجيب مين؟ تجيب الفيلوسيتي عندي بيه اليونت ايه بقى؟ متر بير سكند. اعتقد ان ديت مفيهاش مشكله. تعال نروح للريكوارد التاني. هو عايز ايه بقى؟ عايز التايم. عايز الريكوارد التاني عايز التايم بتاع نقطة بي. طب انت عندك كم معلومة عند البي؟ قال لي عندي معلومتين. المعلومة الاولانية كانت جيفن وانا واثق منها ان الاس بتاعت البي ب 0.2 متر. والمعلومة التانية قال المعلومة التانية انا اللي جايبها ان الفلوستي بتاعت البي كانت، تعالوا كده نغشها، كانت 0.346 متر بير سكند. طب وانت معاك ايه؟ قال انا معايا معادلتين، معادله بتربط الاي بالاس ومعادله تانية بتربط الفي بالاس. اه بس في مشكله ان الاي والاس ما يجيبوش تايم، والفي والاس ممكن يجيبوا تايم بس مكلكعه. طب هل ينفع اربط التايم بالاس؟ ما عندكش معادله تربطه. طب هل ينفع التي بالفي؟ اه ينفع بس المعادله صعبه. يبقى واضح ان انا ما قداميش غير الطريق بتاع ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي. طب انت ليه يا دكتور متخوف من الطريق ده؟ ده طريق جميل جدا. اقول لك بصراحه هيبقى فيها شويه حسابات كده مش 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 عاجبان انا، يعني لازم تجيب الفي الاول لوحدها، فهتبقى ايه 2 في ايه بقى في اس سكوير ماينس 0.1 سكوير تحت الروت. تمام تمام. وتيجي هنا تقول لي ايه ان الدي اس باي دي تي بتساوي الكلام دوت اس سكوير ماينس 0.1 سكوير. تقول لي ماشي، جيب دي هنا ودي جيب دي هنا، فتبقى الدي اس على الروت اس سكوير ماينس 0.1 سكوير بتساوي 2 دي تي. واعمل ايه؟ اعمل انتجريشن. لما كنت في البدايه طبعا هنا هنحط اي اس وهنا هنحط اي تي. طب تحت قال لي في البدايه يعني لما كانت تايم بزيرو كنت عند نقطه سي، يعني كنت على عمق كام؟ 0.1. لاجل الحظ الانتجريشن ده محفوظ. الانتجريشن ده ايه؟ ها في سؤال؟ الانتجريشن دوت محفوظ، فيطلع بقى في النهايه لين الروت ده اس سكوير ماينس 0.1 سكوير ماينس الاس على 0.1 هيساوي كام؟ هيساوي 2 تي. طب محفوظ ازاي يا دكتور؟ انا عندي كده ورقه عمرها يزيد عن ال 100 سنه، هعمل لها سكان واديها لكم. بس عايز اقول لكم ملحوظه مهمه جدا ان احنا مش هنروح للانتجريشنز الصعبه، يعني في الغالب مسائلنا هتتحرك في الباينوميال انتجريشن، تزود الباور، تقسم على الباور الجديد، تنقص الباور، الكلام ده كله. لكن الكلام اللي محتاج مني بقى ساين ماينس 1 وكوتان وتان والكلام الكبير ده نسيبه لايه؟ نسيبه لبتوع الرياضه ونسال احنا بس في الميكانكس. فاحنا مش هنجيب لكم انتجريشنز صعبه بمعنى الكلام. طيب وصلت للمعادله ديت، معادله رقم 3، هيتفضل ان انا هعوض تعويض مباشر بان انا احط الاس بتاعتي. تعالوا نطلع كده فوق شويه، هنحط الاس بتاعتي بكام؟ هنحط الاس بتاعتي بال 0.2 نقدر نجيب التايم بتاع نقطه بي، طلع معانا 0.6588
سكند. ماشي الكلام؟ بكده انا خلصت اللي محتاجكم تعرفوه النهاردة. انا كنت محتاجكم تعرفوا ايه؟ الاتي. عشان كل واحد يبقى عارف اللي مطالب بيه. السلايد الاولانية احنا كنا بنتكلم على هندرس ايه في الترم دوت. بعد كده عرفتكم ليه البادي هيمشي في ستريت لاين وليه البادي هيمشي في كيرف، والرسمة دي لازم تبقى حاضرة في ذهن حضرتك لحد ما تمتحن الفاينل. لحد ما تمتحن الفاينل. وزي ما جاوبنا سؤال زميلتنا ان اللي بيحدد اتجاه الاكسلريشن هي الفورسز المسببة للاكسلريشن، وده اللي هندرسه في الجزء بتاع الكينيتيك. من الملحوظات برضو اللي بأكد عليها ان الفلوستي دايما تبقى تانجنت. تانجنت يعني بيربنديكلر لريديوس الكيرف لو كنت ماشي على كيرف، او بارالل لللاين لو كنت ماشي ستريت لاين. اتكلمنا عن بارامترز ما حليناش عليها اللي هم البوزيشن، وده بعد عن الاوريجين، الديسبليسمنت وده الفرق ما بين مكانين وده احتمال يبقى بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو، والتوتال ديستانس اللي هي رمزها اس تي ودي المسافه اللي همشيها ما بين مكانين. في كرايتيريا هتتعرفوها وتتعلموها بالتفصيل لحساب الدلتا اس وحساب الاس تي ان شاء الله المحاضره الجايه. من البارامترز اللي اخدناها برضو وما حليناش عليها هي الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد. كلمه افريج معناها كلمه كونستانت، بديل للتغير اللي بيحصل هجيب قيمه متوسطه، قيمه ثابته. لكن النهارده المحاضره كانت متركزه على ايه؟ متركزه على استخدام الثلاث معادلات دول، ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي، ان الاي بتساوي دي في باي دي تي، وان الاي بتساوي في دي في باي دي اس. خليتكم تشوفوهم بطريقه مختلفه ما تعودتوش عليها، ان الفي بتساوي دي باي دي اس باي دي تي هي علاقه ما بين الفي والاس والتي، كذلك اللي بعدها، كذلك الايه اللي بعدها. وده ما يمنعش استخدامكم للاختصارات اللي انتوا عارفينها من الدراسه السابقه، ان لو المساله فانكشن في التايم اعمل ايه، لو فانكشن في الفي اعمل ايه، وهكذا. في المثال ده اكدنا على الترجمه، ان الترجمه مش مقصود بيها ترجمه كلام المساله الكلام بالعربي، ترجمه المساله المقصود تحويل الكلمات اللي موجوده لايه؟ لرموز. رموز محطوط قدامها علامه استفهام او محطوط قدامها شويه ارقام. كمان كلمه شورت تايم، سؤال زميلنا بتاع استخدم قوانين الكونستانت ولا لا، هو الراجل بياكد لك ان انت خلال الفتره بتاعه المساله ديت كنت بتشتغل variable، وبدأنا نتحرك ما بين القوانين اللي احنا عارفينها. اتعلمنا في الاكزامبل دوت ان انا كلمة fired معناها ان الانيشال velocity ليها value، وكلمة downward اديتني sense of the value هي positive ولا negative. اتعلمنا سوا نقرأ الرسمة وعرفنا بيبقى فين الاوريجين، وطالما راسم الاس بسهم يبقى ده اتجاه البوزيتيف بتاع الموشن. اتعلمنا كمان ان 4 second after it fired معناها ان هو مدينا دلتا تي مش مدينا التايم تي. اتعلمنا كمان في الاكزامبل دوت ان انا ممكن اغير الجيفنز، حولت الجيفنز بما انه كان طالب الاس عند تي فلقيت الطريق صعب فحولته بقى انه عايز الاس عند الفي، لان انا اوريدي كنت عارف الفي عند التي ايكوال ايه؟ ايكوال 4. واخر مثال عندنا كان بياكد على معنى كلمه ريليزد فروم ريست. كلمه ريليزد فروم ريست معناها انها في نود ايكوال زيرو. ومن اصعب المسائل اللي بيبقى فيها انتجريشن ودريفتيف هي المسائل اللي فيها الاكسلريشن فانكشن في الاس، لان لو الاكسلريشن فانكشن في الاس بتبقى انت مضطر تستخدم القانون اللي هو في بتساوي دي اس باي دي تي، وده في الغالب بتبقى الفي جايه فانكشن في باور حاجه، فلازم تتخلص من الباور قبل ما تشيل الفي وتحطها دي اس باي دي تي. بكده يبقى انا خلصت كل اللي محتاجكم تعرفوه. طبعا الملحوظه ديت انا هسيبها كده متشخبط عليها عشان فعلا ده خطا شائع مش عايزين اي حد مننا يغلط فيه. تعالوا ننهي الريكورد بتاعنا.